السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين المنتخب المغربي للفوتسال وين يحتل المركز السادس في التصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم في العالم، يعني مرتبة سادسة في العالم، يعني إنجاز كبير. شوف شو نقول لكم، ناس كانوا سباقين، هنا كان يقول لك كيفاش شوبير تهدر هكا، نهدر لك هكا. لازم تفيق، لازم تفيق باللي حنا حطمنا روحنا بال 2014 ماشي 2017. 2017 كان صاي، كانت كامله، كانت كامله. وزاد الاعلام تاعنا هو اللي لعب هذا الدور، الاعلام هو اللي غلط الشعب الجزائري باللي رئيس اتحادية سيد الحاج محمد راوراوا ما يصلحش. من لا انا جيت نحكي لكم هذه باش نعطيكم امثله. شو الامثله كي دايره؟ شو الناس كي يكون استقرار، يكون عمل، يكون منا، يكون منا كاجري تاع ورا في 20 عام ولا في وين ارا ورا لقجع ميتا جاب كوب دافريك لبلادو. الشيء اخر من الشبعه، راك تشوف كيفاش حنا كيما هاكا. الحاج محمد راوراوا الوقفه بزاف، غير الوقفه بزاف. كان يقعد في قهوه مين يشوفك خلصت يقول لك، يقول له خلصت يلعبها، يقول له ينوض يقول لك خلصت على الجماعه. وانت هذيك الجماعه راح عارفها باللي خلصت هذيك الطابله خالصه في القهوه كاع مخلصين هذيك. ايا ينوض كيما هكا هو لا بعد عنده غير 5000 تاع القهوه. ايا يقول لك خلصت على الجماعه، ايا تاع الجماعه يقول لا 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 والله خالصه كثر خيرك صحي تحمالك شيعه. شو كيفاش؟ لقد جعلت كوب دافريك ما عندناش كوب دافريك بصح شي اخر. تشوف حنا فانيك نورمالمون كيما هكا. حنا قبل ما نبداو ماذا بكم اعطونا جيم كومونتير وفعلوا لنا الجرس، طفي وعاود شعل تفعيل الجرس كيما راه كيما هكا قادر بالخا. وين احتل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاع المرتبة السادسة في التصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأعلن الفيفا عبر موقعه الرسمي بالإنترنت عن ترتيب المنتخبات كرة القدم داخل القاعة، حيث احتل المنتخب المغربي المركز السادس، يعني ب 1400 يعني بفرق يعني شاسع، يعني بفرق 9 نقاط عن المنتخب الأرجنتيني صاحب المركز الخامس. وتصدر الترتيب العالمي منتخب البرازيل متبوع بالمنتخب البرتغالي. شوف كيفاش. وكان المنتخب المغربي قد توج باللقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد تغلبه في المباراة النهائية والتي لعبت بالرباط على نظيره الأنغولي بنتيجة 5-1. وسيشارك الأسود القاع في نهائيات كأس العالم والتي ستحتضنها أوزباكستان من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل. إن شاء الله ربي يوفقهم، خاصة هذاك المدرب هشام دقيق، يعني مدرب هذا قيمة كبيرة، هذاك مثل يقتدى به، هذاك لونترينر مثل يقتدى به في العمل. يعني أمن ما غيري كان تلقى الأولى صعوبات، يعني صعوبات ما جلق جا عطاه كيروال طارق، قال له هذيك طارق وبين لي تعشى انفرتينو جاي يتفرج في النهائي خويا. تشوف النجاحات كي دايرين. وكذلك وين المنتخب المصري وين الذي ودع كأس إفريقيا داخل الصالات في 2024 من الدور نصف النهائي بعد خسارته ب 7-3 على يد أنغولا، قبل أن يحل رابعا إثر هزيمة بركلات ترجيح أمام شقيقه الليبي بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما.
وفازت يعني المنتخب، وين فاز المنتخب المغربي بكأس إفريقيا بعد اكتساح أنغولا في المباراة النهائية بخمس يعني بخمس أهداف مقابل هدف واحد. وشهدنا تصنيف الفيفا، وظهر المنتخب المصري في المركز 37 على المستوى العالم، فيما احتل المرتبة الثالثة بين المنتخبات العربية خلف المنتخب المغربي، السادس عالميا، والكويت 35 عالميا. وعلى المستوى الإفريقي وتصدر المنتخب المغربي، ثم جاء مصر في الوصافة. وكشفت الفيفا عبر يعني وين شاهدنا البرازيل البرتغال، يعني البرازيل في المرتبة الأولى، البرتغال في المرتبة الثانية، إسبانيا المرتبة الثالثة، إيران مرتبة رابعة، الأرجنتين مرتبة خامسة، والمنتخب المغربي في المرتبة السادسة. شو كيفاش؟ ويشير إلى أن المنتخب المصري يغيب عن المنافسات كأس العالم لكرة الصالات 2024، إذ تأهل ثلاث منتخبات إفريقية وهي يعني المغرب، أنغولا وليبيا. ليبيا فاتت، ليبيا هي اللي أقصرتنا هنا في الجزائر. ليبيا هي اللي جابت لنا رقاد هنا في الجزائر، درنا ماتش نيل عندهم وجابوا لنا رقاد هنايا. شو كيفاش؟ هذي باش يكون على بالكم جماعة. واو، هذا من العمل والقال ومكاش الهضرة ومكاش يعني تصيب انتيا، تصيب انت يا هذاك مسيلمة الكذاب ذاك بولحيا، تصيبو يديرلك يديرلك يدير يقول الوالي تصادي روح نعلمك قوانين، يقول الواحد روح نعلمك قوانين، يناقر كاش هضرة هذي مكاش، يعني قاع يمشو في طريق وحدة، كاش الهضرة، هضرة قليلة. ناس هضرة قليلة مكاش، إلا هنايا عندنا هنايا. استخدم خويا عامل على تشوف داك الدقيق كيفاش كان يخدم، كيفاش صعوبات يعني باش صنع طريق. كاس العرب ثلاث مرات على التوالي، كاس افريقيا قلت لكم انا كاس افريقيا مين بداو في الكوب دافري، في الكوب دافري تاع داخل القاعه قلت لكم، يا ودي قلت لكم هذه راه يدير بها تربص برك، تربص هذيك دار بها تربص، هذا مكان دار بها تربص، والله لا دار تربص برك، أنا نقولكم عبيها تربص. كاين بزاف كاين ناس مي تهدر كيما كيقولك آه راك تهدر على المغرب، يا ودي مش أنا تهدر على المغرب، أنا نهدرلك بلي نتوما لهنا حطمتو، نتوما هنا حطمتو كل شيء، نتوما لهنا حطمتو كلش أصاحبي، أش درتو ولا؟ نتوما هنا في الجزائر درتو كارثة اللي لا تغتفر. لا تغتفر. 2013 مي قلعت قناة النهار، باغي تعقلوا عليها، قناة النهار اللي قلعت 2013 وروح بها من فما هما يحضروا كان 2017 كان تحصيل حاصل، 2017 كان صحيح كان تحصيل حاصل 2017 يعني كان قضية الأمر. نقول لك فتى الذهبي، واه جبتوا فتى الذهبي بالتيريري، فتى ذهبي بالتيريري، وانتو قاعد عارفو كرة القدم، روح حقيقة هدا الصحة، الإعلام تاعنا ولا يكذب علينا، كذب عليكم بلي الحاج محمد راهو مكان والو، واهو لله، والإعلام كذب عليكم أودي، واليوم ما يتباكاو، تعقلو ملي كنت نقولكم يا ودي حافظوا عليها كالرجال. باش ما تبكوش كالنساء، اليوم راكم تباكاو، شي عارفين اش كاين، كانوا عندنا رجال مكلا، الحاج محمد راهو قلع بطاقتين حمراوتين في 2010 الشاوشي ونادير بالحاج، باش يشاركوا برومي ماتش كوب دي موند، زوج بطاقات حمرين، قلعهم، الحاج محمد راهو، انت يضربك انت حاسب بالتيريري انت، حطمتو كلش، نقول لك، يا كيما راك.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. نمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.